التصرف اليوم للجمهورية أن لبنان محطة ساحة تحسين شروط في مواجهة الأمريكي والإسرائيلي. لذلك إذا بدي أوصف لك لبنان، طب نحن قاعدة صواريخ، ربما هذه الصواريخ تنطلق وربما لن تنطلق. هذه لعبة الأمم. يتصرف الحزب بواقع معين، أنه حاطت أولويات التحرير، تحرير مزارع شبعة وغيره، لكن يمكن ثقافتهم السياسية يمكن غير ثقافتنا السياسية حول موضوع لبنان. صحيح خدنا حروب داخلية، حروب داخلية بمراحل معينة، لكن كنا نحترم الفكرة اللبنانية، بقيت فكرة لبنان موجودة. رح أروح معك لأبعد. على أيام الحكم السوري، الحكم السوري حافظ الأسد، كنا دولة ملحقة بسوريا، ملحقة، لكن كنا دولة، بقيت مفهوم الدولة. صحيح السوري حط بالمفاصل الأساسية جماعته بالأمن بالتحديد، بالأمن بالتحديد، لكن كان يقول شعب واحد في دولتين. أها. هذه مهمة، هذه مهمة. أيام من التسعين للألفين. يعني بس هلأ اللي عم بيسمعك بيقول إنه وكأنك عم تترحم على هذيك الأيام، على أيام السوري. يعني أفضل من هلأ يعني. عم بحكي وقائع تاريخية. لذلك بدو نسأل مش أنا حسله، بدو نسأل أحدهم في إيران الجمهورية الإسلامية هل يتبعون نفس السياسة أم يستفيدون من هذا الانهيار العربي الكبير، هذا التراجع وهذا التفتيت. إذن يعني وليد باك، اليوم نحن مصيرنا بيد الإيراني وليس بيد الفرنسي أو الأمريكي. لا، الإيراني والأمريكي وطبعا لا ننسى إسرائيل. إسرائيل هي من يحكم اليوم العالم العربي، من يحكم ما تبقى من لبنان العربي، أو من يستفيد من الفتات للعالم العربي. طيب الجمهورية الإسلامية، إيران، تركيا، وإسرائيل. وإسرائيل تجتاح اليوم العالم العربي. أي هلأ أنت ضد التطبيع؟ أنت ضد التطبيع الذي حدث من قبل دول عربية؟ حصل التطبيع. علينا أن نسرع في التسوية الداخلية كي لا نخسر كل شيء.